يقول السائل: ما هي الكبائر وما هي الصغائر وما حدودها؟ الكبائر هي التي رتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة باللعنة أو الغضب أو النار، هذه الكبائر. أما الصغائر فهي ما نهي عنها ولم يرتب عليها عقوبة خاصة، هذه تسمى بالصغائر، لأنها لم يرتب عليها حدود في الدنيا ولم تخصص بوعيد كما خصصت الكبائر، وإنما هي معاصي ومحرمات وفيها إثم تجب التوبة منها. نعم.